السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي المدباء، طلاب الصف الثالث الإعدادي، عدنا بفضل الله نسترجع معا ما درسناه في الصف الدراسي أو في الفصل الدراسي الثاني، وسوف نستعرض اليوم الوحدة الثالثة. طبعا إذا كانت الوحدة الأولى تتحدث عن التفاعلات الكيميائية، في الوحدة الأولى عندنا الكيمياء، الوحدة الثانية تتحدث عن الكهرباء والطاقة النووية فهي عبارة عن فيزياء، الوحدة الثالثة تتحدث عن الجينات والوراثة فهي أحياء، يبقى الوحدة الثالثة عنوانها الجينات والوراثة. طبعا الوحدة الثالثة درس واحد فقط هو المبادئ الأساسية للوراثة، إذا الوحدة الثالثة عبارة عن درس واحد هو المبادئ الأساسية للوراثة. في البداية سوف نتحدث عن الصفات. الصفة التي الصفة الموجودة في الإنسان إما أن تكون صفة وراثية وإما أن تكون صفة مكتسبة. وراثية أي هي الصفة التي تنتقل من جيل إلى آخر، يعني تنتقل من الآباء ومن الأب والأم إلى الابن، فدي نسميها صفة وراثية، زي مثلا لون العين، زي مثلا سعة العين، اتساع حدقة العين، زي مثلا لون الشعر، زي ملمس الشعر، زي الطول، دي بنسميها ايه؟ دي بنسميها صفات وراثية، لأنها بتنتقل من خلايا الأب والأم إلى الجنين أو إلى الجيل اللاحق عبر عملية الايه؟ عملية التزاوج. فإذا الصفة الوراثية هي الصفة التي تنتقل من جيل إلى آخر أو من جيل إلى جيل أو من الآباء إلى الأبناء. أما الصفة المكتسبة، الصفة المكتسبة لا تنتقل، الصفة المكتسبة هي صفة يكتسبها الإنسان من البيئة المحيطة به، يعني صفة يتعلمها الإنسان، لا تنتقل عبر التزاوج، لا تنتقل من جيل إلى آخر. يبقى الصفة المكتسبة صفة يكتسبها الإنسان من البيئة المحيطة به، أو هي الصفة التي لا تنتقل من جيل إلى آخر. زي مثلا ركوب الدراجة، ركوب الدراجة لا يرث الإنسان لكن بيتعلمه، زي مثلا تعلم الخط، زي مثلا من الصفات المكتسبة مثلا لاعب كرة القدم، دي صفة مكتسبة بيتعلمها الإنسان من أخيه، من أمه، من أبيه، من الفرد، وهكذا هي صفة مكتسبة. سوف نتحدث عن علم الوراثة، طبعا ده كله احنا دي مقدمة للكلام اللي احنا هنقوله. علم الوراثة هو العلم، طبعا علم الوراثة ده فرع من ايه؟ فرع من الأحياء، فرع من علم الايه؟ فرع من فروع علم الأحياء. طيب هو العلم الذي يفسر يعني ايه؟ يعني يوضح ويبين. طب يوضح ويبين ايه؟ أوجه التشابه والاختلاف في الصفات الوراثية، أوجه التشابه والاختلاف في الصفات الوراثية بين أفراد النوع الواحد. يبقى ده العلم اللي بيوضح لي أو بيفسر لي أو بيبين لي إيه أسباب التشابه بين صفات الإنسان وصفات مثلا أبيه أو صفات أمه، ليه بيشترك الإنسان في صفاته مع والده أو مع والدته أو مع جده أو مع جدته. يبقى العلم الذي يفسر أوجه التشابه والاختلاف في الصفات الوراثية بين أفراد النوع الواحد من خلال دراسة كيفية انتقال هذه الصفات من جيل لآخر. يبقى أنا بوضح أوجه التشابه والاختلاف، هتتضح لي إزاي أوجه التشابه والاختلاف؟ بأن أنا بدرس كيف انتقلت هذه الصفة، كيفية انتقال الصفة من الأب والأم إلى الابن، هي دي اللي بتوضح لي ليه الابن بيشابههم في بعض الصفات وليه بيختلف عنه في بعض الصفات الايه؟ الصفات الاخرى. لما نيجي نتكلم عن علم الوراثه، طبعا كل علم ليه مؤسسه او مؤسسين. لما نيجي لعلم الوراثه اللي اسسه هو العالم مندل، اللي هو جريجور يوهان مندل. العالم مندل هو مؤسس علم الوراثه. لماذا؟ قيل ان العالم مندل مؤسس علم الوراثه، بيقول لي علم العالم مندل مؤسس علم الوراثه، لا هنقول لانه اول من شرح آلية انتقال الصفات من الآباء إلى الأبناء. طبعا كلمة آلية يوجد يعني خطوات، كلمة آلية الشيء يعني خطواته. هو مندل أول من شرح أو أول عالم شرح
الخطوات التي تنتقل بواسطتها الصفات من الآباء إلى الأبناء، وهنشوف الكلام ده أثناء الشرح في الإيه في الدرس. وأكد أن هناك عوامل وراثية، يعني الصفات دي تنتقل إزاي من الآباء للأبناء بحاجة اسمها العوامل الوراثية، تنقل الصفات إلى الجيل اللاحق، يعني من الآباء إلى الأبناء ثم إلى الأحفاد. طبعا الكلام ده هنتناوله بالشرح أثناء الدرس، يعني سوف يعرض لنا هذا الايه الكلام مره اخرى. لكن لما اجي اتكلم طيب من دل التجارب بتاعته او تجارب الوراثه بتاعته هو اجراها على ايه؟ عمل تجارب الوراثيه ديت على انهي كائن حي؟ على نبات. طب اختار نبات ايه؟ اختار نبات البازلاء اللي احنا بنسميه بسله الخضر. بسله الخضر المسله اللي احنا بناكلها. بس طبعا احنا برضه ليه بنقول كلمه بسله الخضر؟ هي البسله المأكولة بالنسبة لنا. والحاجة الثانية إن إحنا بنفرق بين هذا النبات وبين نبات تاني اسمه بسلة الزهور. فإحنا بنأكد بسلة الخضر إنه ده النبات اللي بيعمل أشجار أو شجيرات، النبات فيه عبارة عن أشجار أو إيه؟ أو شجيرات، لكن بسلة الزهور ده نبات متسلسل. يبقى إحنا بنأكد إن مد العمل التجارب بتاعته على بسلة الإيه؟ الخضر. طبعا هيقول لي في الدرس طب ايه ليه مندل اختار، لماذا اختار مندل نبات بسله الخضر لاجراء تجربه؟ في الحقيقه هو مندل لم يختار هذه النباتات عن قصد. هو في الحقيقه مندل كان رجل دين مسيحي، وكان مندل في الدير اللي هو بيعمل فيه او الدير اللي بيقيم فيه، كان الدير ده مزروع فيه نباتات بسله. فهو من يعني على سبيل القدر ان ربنا عز وجل، احنا بنقول في العلم في اشياء بتنتج بالايه؟ بالمصادفه او عن غير قصد، كان بالقدر يعني. ربنا سبحانه وتعالى ايه اللي قدر له؟ انه النباتات اللي موجوده قدامه هي بسله، وبالتالي درس هذه الايه؟ درس هذه النباتات. وهو كان طبعا في طريقه كان والده مزارع وكذا، وبعد كده هو لما التحق بالدير درس الرياضيات والعلوم. طيب سبب اختيار بسلة الايه؟ الخضر برضه عن بقية النباتات اللي كانت ممكن تبقى موجودة عنده. واحد سهولة زراعته وسرعة نموه. كان نبات سهل الزراعة وسريع النمو. اثنين قصر دورة حياته. قصر دورة حياته يعني النبات بعد التلقيح بينتج بذور بسرعة في فترة قصيرة، وبالتالي هو أثناء حياته كإنسان يستطيع إن هو يدرس النبات ده في دورة واثنين وثلاثة وأربعة، يستطيع أن يدرس عدة أجيال متلاحقة ويعمل عليها إحصائيات ونتائجه بسهولة. ثلاثة أزهاره خنسة. أزهاره خنسة إحنا خدنا في سنة تانية إنه النبات ممكن يكون وحيد الجنس. وحيد الجنس يعني مذكر، يعني أزهاره تحمل الأجزاء المذكرة فقط، أو نبات يعني نبات أحد نباتاته تحمل الأزهار المذكرة والنبات آخر يحمل الأزهار الإيه؟ المؤنثة. لكن نبات خنثى يعني الزهرة بتحمل الأجزاء المذكرة والمؤنثة معا. فنبات البسلة أزهاره خنثى أي تحمل الأجزاء المذكرة والمؤنثة معا. خلينا بس نفتكر مع بعض لأن ده مهم بالنسبة لنا إن إحنا نفتكر تركيب الزهرة المخنثة. ادي الزهرة بالنسبة لنا اهي، الزهرة اللي قدامها اهي كلنا شايفينها. الزهرة بتتكون من أربع محيطات رئيسية. أنا عندي طبعاً المحيط الأولاني شايفين الورق الأخضر ده اللي هو الكأس، يبقى الأوراق الخضراء ديت الكأس. المحيط اللي هو بيحتوي على الأوراق الملونة اللي أنا ملونها بالأحمر دي التويك، اللي هي الأوراق الملونة اللي بتبقى موجودة في الزهرة. زوّمني لو سمحت هنا. وبعدين عندي المحيط بعد كده اللي بعد كده اللي هو ايه؟ ده اللي هو الطلع. الطلع اللي هو ده الايه؟ الجزء المذكر في الزهر. الطلع اللي هو عباره عن ايه؟ الطلع عباره عن خيط اهو ومتك. الكيس اللي فوق ده بنسميه متك. الخيط والمتك مع بعض بنسميهم سوداه. الخيط والمتك مع بعض بنسميهم سوداه. طب سوداه وسوداه وسوداه عده اسنان مع بعض بنسميها طلع. يبقى ناخد بالنا ان السوداه هي الجزء المذكر في الزهر، فيها الخيط والمطب. المطب ده اللي بتتكون فيه حبوب اللقاح،
اللي هي عبارة عن الخلايا الجنسية المذكرة أو الأنساج المذكرة أو الجاميتات المذكرة، كلها أسماء صحيحة لنفس الإيه الشيء. طب إيه تاني عندي اللي في المنتصف ده عبارة عن إيه؟ مبيض قلم ميسم. المبيض والقلم والميسم التلاتة مع بعض نسميهم كربلة. طيب الكرابل أنا عندي عدة كرابل، الكرابل اسمها الإيه؟ المتاع. المتاع هو الايه؟ الجزء المؤنث في الزهره. الجزء المؤنث في الزهره. طب ده الجزء المؤنث في الزهره ليه؟ لان انا عندي المبيض ده اللي بينتج البويضات، هي البيضات الخلايا الجنسيه المؤنثه، او بنسميها الانساج المؤنثه، او بنسميها الجاميتات المؤنثه. يبقى احنا كده اتعرفنا على الزهره الخنثى تركيبها عامل ازاي، فيها اجزاء مذكره واجزاء مؤنثه. طيب ايه تاني من مميزات نباتات البسله؟ احنا قلنا ازهاره خنثى فيمكن ان تلقح نفسها ذاتيا. يمكن ان تلقح نفسها ايه؟ ذاتيا. والتلقيح الذاتي انه تنتقل حبه اللقاح من نطق الزهره الى ميسم نفس الزهره او الى ميسم زهره اخرى على نفس النبات على نفس الشجره. طيب اربعه سهوله تلقيحه صناعيا. سهوله تلقيحه صناعيا. يسهل تلقيحه صناعيا ليه؟ لان اجزاء زهره البسله كبيره، فبرضه ديت من الاشياء اللي تسهل تلقيحها صناعيا. صناعيا طبعا، والتلقيح الصناعي ده غالبا بنستخدمه في التلقيح الايه؟ الخلطي، اللي هو ان حبوب اللقاح تنتقل من نطق زهره الى ميسم زهره اخرى على نبات اخر من نفس النوع. رقم خمسه انتاج النبات لاعداد كبيره من الافراد في الجيل الواحد. النبات البسله بينتج عدد كبير من الافراد، وده بيسهل على الدارس ان هو يعني يقوم بالاحصائيات والعد والحصول على النتائج بسهوله. سته تعدد، خليك بقى معايا في الحته دي كويس وركز معايا، تعدد اصناف النبات التي تحمل ازواجا من الصفات المتضاده، ودي كانت صفه مهمه قوي خلت مندل يستطيع من خلال الملاحظه انه يستنتج او يحصل على نتائج مهمه جدا تقوده الى تاسيس علم الايه؟ الوراثه. ايه هي الصفات المتضاده؟ يعني ايه الصفات المتضاده؟ انه لاحظ مثلا وضع الزهره يا اما جانبي، يعني يا اما الازهار بتبقى على جوانب الفرع، يا اما طرفيه يعني على في طرف الايه؟ الفرع، مفيش صفه ثالثه. يعني وضع الزهره يدي ده. طب لون الزهره يا احمر يا ابيض. مفيش لون تالت. فده بيسهل له الحصول على النتائج اثناء اجراء عمليه التزاوج زي ما هنشوف. طول الساق يا طويل يا قصير، مفيش مثلا وسط ولا النبات يا طويل يا قصير بالنسبه للطول. طب شكل البذره يا منساء يا اما مجعده. تمام؟ طيب مجعده زي ما احنا بنقول كده ايه بالبلد مكرمشه كده. تمام؟ طيب لون البذره، لون البذره يا اصفر يا اخضر. طب شكل القرن قبل البسله، عارفين قبل البسله ها؟ يا منتفخ يعني شكله كده طبيعي عادي، يا اما محزز، محزز يعني متعرج. طب لون القرن، لون القرن يا اخضر يا اصفر. يبقى دي الصفات اللي خلت مندل يختار نبات الايه؟ البسله لاجراء تجاربه. طب مندل عمل ايه؟ مندل في قلنا في المزرعه اللي كانت في الدير، لاحظ ملاحظه ايه هي؟ لاحظ ان في نبات، نباتات بسله دائما تنتج بذور صفراء. فهو استنتج كده ايه؟ ان صفه اللون الاصفر في البذور صفه نقيه. يعني ايه صفه نقيه؟ يعني لا تؤثر عليها، لا يؤثر عليها شيء، يعني لها ان النبات جيلا بعد جيل دائما بينتج بذور صفراء. في اشجار بسله قدامه دايما بتنتج بذور صفراء. لو كانت الصفه دي في حاجه بتؤثر عليها اثناء التلقيح واثناء الاخصاب او كذا، تمام، كانت الصفه دي تغيرت. لكن هو تاكد انها صفه نقيه لانها لا تتغير جيلا بعد جيل. طيب ولقى اشجار ثانيه دائما تنتج بذور خضراء، فوجد هنا ان صفه اللون الاخضر بالنسبه لبذور الاشجار دي صفه نقيه. صفه نقيه يعني ايه؟ يعني لا تتاثر جيلا بعد دي. تمام. طيب هو قال ايه يا ترى؟ راح جايب البذور الصفراء دي وزرعها، فاديته نبات بيحمل بذور صفراء، حب يتاكد اكتر. جاب البذور الخضراء وزرعها، اديته نبات
ايضا ينتج بذور ايه؟ بذور خضراء. راح عامل ايه؟ راح نزع الاسديه. نزع الاسديه، الاسديه اللي فيها الايه؟ الاسديه ديت اللي فيها المتن. يعني كده نزع الاسديه علشان الزهره لا تلقح نفسها ذاتيا. لا تلقح نفسها ذاتيا. طيب كان ايه غرضه من الكلام ده؟ كان غرضه من الكلام ده انه ياخد حبوب اللقاح من نبات البذور الصفراء ويلقح بيه نبات البذور الخضراء، وياخد حبوب اللقاح من نبات البذور الخضراء ويلقح بيه نبات البذور الايه؟ الصفراء. يعني يلقح النباتين ايه مع بعض، كل نبات يلقح الايه؟ الثاني، يلقح الاصفر الاخضر ويلقح الاخضر بالايه؟ بالاصفر، يبقى ده تلقيح ايه؟ خلطي، لانه هنا حبوب اللقاح انتقلت من نطق نبات الى مياسم نبات ايه؟ نبات اخر، الى مياسم نبات ايه؟ اخر. طب لاحظ ايه؟ لاحظ ان النباتات اللي نتجت كلها تحمل بذور ايه؟ صفراء. يعني ملقح الاصفر النقي مع الاخضر النقي لقى الجيل اللي نتج، الابناء اللي نتجت كلها بتحمل بذور صفراء. لا يعني في هنا صفه اختفت؟ انهي صفه؟ يا صفه البذور الايه؟ الخضراء اختفت. تمام؟ فاسمى الصفه دي صفه سائده. وكده استنتج ان صفه اللون الاصفر في البذور تسود على صفه اللون الاخضر في البذور. يعني العامل اللي بيؤدي الى ظهور البذور الصفراء تمام يتغلب على العامل اللي بيؤدي الى ظهور البذور الايه؟ الخضراء. وده كان مبدا السياده التامه. ايه هو مبدا السياده التامه؟ اللي هو ظهور الصفه السائده. ظهور الصفه السائده عند تزاوج فردين نقيين احدهما يحمل الصفه المضاده للفرد الاخر. يبقى تزاوج فردين نقيين، واحد بيحمل بذور صفراء وواحد بيحمل بذور خضراء، تزاوجوا مع بعض اللي نتج الصفه السائده فقط اللي هي احدى الصفتين اللي هي البذور الايه؟ الصفراء. طب عمل ايه من دي؟ النباتات اللي نتجت اللي هي ابناء الجيل الاول، هنسميها دي ابناء الجيل الاول، النباتات اللي نتجت اللي بذورها صفراء هو سابها تلقح نفسها ذاتيا. سابها تلقح نفسها، تركها تلقح نفسها ايه؟ ذاتيا. فلما لقحت نفسها ذاتيا ابنائها اللي هي بقى ابناء الجيل الثاني، وابناء الجيل الاول هي ابناء الجيل الثاني، لا ان ابنائها نتجت بنسبه 75% بتحمل بذور صفراء و 25% بتحمل بذور خضراء، يعني بنسبه 3:1. برضه هنلاحظ انه عدد النباتات اللي بتحمل البذور الصفراء اكبر بكتير من عدد النباتات اللي بتحمل البذور الخضراء. دي 3/4 ودي ربع، دي 75% ودي 25%، نسبه 3:1. وهنا سمينا الصفه اللي بتظهر بعدد اكبر دي صفه سائده، والثانيه صفه ايه؟ متنحيه. وهنلاحظ هنا ان الصفه السائده بقى هي ايه؟ الصفه السائده هي الصفه التي تظهر في جميع افراد الجيل الاول اللي هي البذور الصفراء. تمام؟ طيب والصفه المتنحيه؟ الصفه المتنحيه هي التي تختفي في جميع افراد الجيل الاول، الجيل الاول ما ظهرتش فيه بذور خضراء، اختفت فيه بذور الايه؟ الخضراء. ولذلك احنا لما نرجع تاني هنا لسمبوريتنا، لما نرجع للجزء ده اللي هي الصفات المتضاده او الصفات المتقابله في نبات البسله، السبع صفات المتضاده اللي اختارهم مندل، اللي اختار مندل دراستهم ده، خلي بالكم من الصفه الاولانيه اللي انا ذاكرها دايما هي الصفه السائده. يبقى اذا وضع الزهره الجانبي يسود على الايه؟ الطرف. دي سائده ودي متنحيه. بالنسبه للون الزهر اللون الاحمر سائد على اللون الابيض. طيب بالنسبه لطول الساق او بالنسبه للطول تمام؟ النبات الطويل او طول الساق هو الصفه السائده، وقصر الساق هو الصفه المتنحيه. طيب بالنسبه لشكل البذره الصفه السائده هي المرساة، والصفه المتنحيه هي الايه؟ المجعده. بالنسبه للون البذره اللون الاصفر هو السائد في لون البذور، او اللون الاخضر هو المتنحي. بالنسبه لشكل القرن الشكل المنتفخ يسود على الشكل المحزز، المحزز هو المتنحي. طيب بالنسبه للون القرن، لون القرن عكس لون البذره، في لون القرن الاخضر هو السائد والاصفر هو
المتنحي، لكن خلي بالك في لون البذره الاصفر هو السائل والاخضر هو المتنحي، فده الكلام ده بيلزمنا في المسائل بعد كده. بناء على الملاحظات اللي لاحظها مندل بدا يحط الفروض، بدا يضع الايه الفروض ايه بتاعته، بدا مندل يضع الفروض بتاعته. ايه هي الفروض بتاعت مندل؟ فروض مندل لتفسير نتائج تجاربه: رقم واحد، تنتقل الصفات الوراثيه من الاباء الى الابناء عن طريق عوامل وراثيه تحملها الامشاك. عن طريق عوامل وراثيه تحملها الايه؟ الامشاك. ايه اللي اكد لمندل الكلام ده؟ يعني الكلام ده عن طريق التزاوج. عن طريق التزاوج وجد انه في ان الصفات، في صفات بتظهر في الجيل الاول اللي هي الصفه السائله، في صفه بتختفي خالص، في صفه تختفي تماما اللي هي المتنحيه، وتعود الصفه المتنحيه لتظهر مره اخرى في الجيل الثاني لكن بنسبه ايه؟ بنسبه اقل. طيب اثنين، يتحكم، خلي بالك احنا قلنا العوامل الوراثيه هي الجينات، بس انا ليه ما ذكرتش الجينات وانا بقرا؟ لانه مش مندل سميها عوامل وراثيه، اللي سماها جينات بعد كده العالم جوهانسن. تمام؟ نيجي بعد كده اثنين، يتحكم في كل صفه وراثيه عاملان وراثيان. عاملان وراثيان يعني ايه؟ يعني جينان. طب يعني احدهما من الاب والاخر من ايه؟ من الام، والاخر من الام. طيب ثلاثه، ينعزل او ينفصل العاملان الوراثيان لكل صفه عند تكوين الايه؟ الامشاك. لان احنا عارفين ان عند تكوين الامشاك انا عندي خليه تناسليه ديت موجوده في النطق، خليه تناسليه ذكريه، وعندي خليه تناسليه انثويه ديت موجوده في المبيض بتاع الزهره. الخليه التناسليه ديت ايه؟ اخت الخلايا الجسديه. الخلايا الجسديه لو فاكرين احنا خدنا الكلام ده الترم الاولاني. الخلايا الجسديه فيها اثنين نون، يعني فيها عدد زوجي للكروموسومات، عدد الكامل. طب الخليه التناسليه برضه فيها اثنين نون. طب ما ايه الفرق بين الجسديه والتناسليه؟ ان الجسديه بتنقسم ميتوزي، اما التناسليه بتنقسم ميوزي. اما التناسليه بتنقسم ايه؟ ميوزي. ولما بتنقسم ميوزي بتديني نص العدد، نص عدد الصبغيات، نص عدد الكروموسومات. فنص الجينات بيروح للمشيك، والنص الثاني بيروح للمشيك الايه؟ الثاني. اربعه، اثناء عمليه الاخصاب يجتمع العاملان الوراثيان مرة أخرى. خليني أديك معلش هنرجع مع بعض للترم الأولاني تاني بس علشان الحتة ديت أنا عارف إنها ممكن يكون فيها لبس أو ممكن يكون فيها لخبطة نتيجة إنه المعلومات غابت عننا شوية. خلينا هنرجع للرسمة المبسطة اللي قدامك دي. الرسمة اللي فوق ديت بتمثل خلية. ادي خليه موجوده قدام اهي، في وسطها النواه، النواه في وسطها شبكه كروماتينيه. قلنا النواه في الاول بيبقى فيها شبكه كروماتينيه، يعني فيها الماده الوراثيه وهي مرتبط بيها بروتين، بتبقى على شكل شبكه. اثناء الانقسام بتبدا الشبكه الكروماتينيه دي تتميز الى كروموسومات. شايفين يا شباب الكروموسومات؟ وانا راسم شكل الكروموسومات ديت، تمام؟ يعني ده شكلها تقريبا، ده بيبقى شكل الايه؟ الكروموسومات زي ما احنا شايفينه بالطريقه ديت، بتبقى على شكل ايه؟ ازواج. بتبقى على شكل ازواج، ده في الطور الاستوائي الاول، وان كان ما بيبقاش فيه طبعا جدار ايه؟ ما بيبقاش فيه غشاء نووي. الى يعني كل كروموسوم قصاده الكروموسوم الايه؟ المماثل ليه. طيب احنا عارفين ان كل كروموسوم عباره عن اثنين كروماتيد، يبقى اذا الشبكه الكروماتينيه دي لما تتفرد تبقى عباره عن ايه؟ كروموسومات. طيب ادي الكروموسوم اهو اللي هو اثنين كروماتيد. طب الكروموسوم ده لو احنا فردناه هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن شريط حلزوني مزدوج. شريط حلزوني مزدوج اللي هو بنسميه دي ان ايه، اللي هو الحمض النووي دي اوكس ريبوزي. طيب الدي ان ايه اللي هو الشريط المستوي؟ طبعا الشريط ده طويل جدا، تمام؟ طيب الدي ان ايه ده كل جزء منه بنسميه جين، كل جزء معين من الدي ان ايه بنسميه جين.
يبقى الماده الوراثيه كانت عباره عن شبكه كروماتينات وموسومات وبروتينات، عباره عن شبكه. تمام، الشبكه دي اثناء الانقسام بتتميز الى كروموسومات. الكروموسوم نفسه لو فردته هيبقى اللي هو الدي ان ايه، تمام، اللي هو الشريط الحلزوني المستورد. الدي ان ايه كل جزء منه بنسميه جين. الجين ده هو اللي مسؤول عن ظهور صفه، عن ظهور الصفه الايه؟ الوراثيه، عن ظهور الصفه الوراثيه، عن ظهور صفه لون الثغره، لون القرن وهكذا. تعالوا نرجع مع بعض بقى هنا، او خلينا هنا لحظه. لما اجي هنا الكروموسومات هنا عباره عن ايه؟ ازواج. قرب لي هنا لو سمحت. الكروموسومات هنا عباره عن ايه؟ ازواج. كروموسوم قصاد الكروموسوم المماثل ليه، كروموسوم تاني قصاد الكروموسوم المماثل ليه. تمام، فلو هنا في جين لون زهره على الكروموسوم ده، في الجين التاني اللي بيتحكم في لون الزهره هيبقى الكروموسوم المماثل. طب لما يحصل انقسام ميوزي، لما يحصل انقسام ميوزي هتبقى الخليه الجنسيه اللي هي المشيك اللي هي الجميل سواء كان وايض او حبة لقاح هيبقى فيه نص عدد الكروموسومات. يعني هيبقى فيه عامل واحد فقط او جين واحد فقط من اللي بيتحكموا في الصفر. لما يجي بقى يتقابل، تتقابل حبه اللقاح مع البويضه اثناء الاخصاب، هيتقابل جين لون الزهره اللي موجود في حبه اللقاح مع جين لون الزهره مثلا اللي موجود في البويضه. طيب تعالوا نرجع مع بعض بقى نتكلم عن قانون مندل الاول. قانون مندل الاول بيقول لي ايه؟ معايا هنا لو سمحت عند قانون مندل الاول. اذا اختلف فردان نقيان، قلنا فردان نقيان يعني كل واحد منهم يحمل صفه نقيه، يعني تنتقل باستمرار من جيل الى اخر. زي مثلا البذره الصفراء اللي بيحمل بذور صفراء واللي بيحمل بذور خضراء على طول عبر الاجيال. اذا اختلف فردان نقيان في زوج واحد، مثلا الزوج اللي هو يخص الايه؟ اللون. لون البذره اصفر واخضر من الصفات المتبادله اللي هو قلنا يعني صفات متضاده، فانهما ينتجان بعد تزاوجهما. لما يحصل بين تزاوج نقي مع نقي، تمام، جيلا به صفه احد الفردين فقط. زي ما شفنا الجيل الاول بينتج بذور صفرة بس. طيب اللي هي الصفه السائده، ثم تورث الصفتان اللي هي اللون الاصفر للبذور واللون الاخضر معا في الجيل الثاني بنسبه 3 صفه سائده اللي هي اللون الاصفر للبذور الى 1 صفه متنقيه اللي هو اللون الاخضر للبذور. طب احنا ممكن نشوف مثال على الكلام ده، بس ما بدل ما نطبقه على البذور هنطبقه، ها هناك اهو لو سمحت، هنطبقه على لون الازهار. لو احنا جبنا نبات بسله بيحمل ازهار حمراء نقيه مع نبات بسله بيحمل ازهار لونها ابيض وعملنا تزاوج منهم، خلي بالكم ان احنا هنا هناخد يعني بعض قواعد الرموز. انا عندي رموز مستخدمه في الوراثه اللي هي البي ده يعني الاباء، البي ده اللي هو الاباء تركيب الجين للاباء. طيب الجين اللي هي الجانيتس، جانيتس يعني انشاب اللي هي الخلايا الجنسيه المذكره او المؤنثه. طب الاف، الاف ديت اللي هي الايه؟ الجيل اللي هي الابناء، يبقى اباء، الاباء هتكون جانيتات، الجانيتات هتلتقي مع بعض هتديني تركيب الوراثي بتاع الايه؟ الابناء. طيب لو انا عندي نبات بسله احمر الازهار، احمر الازهار نقي. طيب احنا قلنا اللون الاحمر هو اللي سائد، هيبقى كابتل ار كابتل ار، دايما العامل السائد او الجين السائد بنرمز له بحرف كابيتال، يبقى كابتل ار كابتل ار. طب ليه كابتل ار كابتل ار؟ لان احنا اتفقنا انه الصفه بيتحكم في انتقالها عاملان، جينان لجين واحد. طب مال ديت ديت ايه؟ ديت انا هعتبرها مثلا ديت حبه لقاح. حبه ايه؟ حبه لقاح بتحمل ايه؟ دي مش حبة لقاح بقى، دي خلية تناسلية قبل ما تكون حبة اللقاح. خلية تناسلية قبل ما تنقسم ميوزية، خلية تناسلية في النطق. فبتحمل الجينين بتوع صفة اللون الايه؟ الأحمر. طيب، وعندي مثلا ديت خلية تناسلية في المبيض، لسه ما انقسمتش ميوزية. فبتحمل الجينين بتوع اللون الايه؟ الأبيض. طب لما تيجي الخلية دي تنقسم اللي في النطق وتكون لي حبوب لقاح، ها هتكون لي حبة لقاح فيها
حبة لقاح يعني جنيدة يعني مشيك، فيه جين واحد بس للون الأحمر، ها المشيك تاني فيه جين واحد للون الإيه جين تاني للون الأحمر. يبقى هنا الجينين اللي كانوا مع بعض في الخلية التناسلية انعزلوا يعني انفصلوا أثناء تكوين الإيه؟ الجنيتات. نيجي هنا برضو، هنا ديت الخلية التناسلية مثلا اللي في المبيض، الخلية التناسلية كان فيها الجينين بتوع اللون الأبيض مع بعض. لما الخلية التناسلية دي اتقسمت ميوزيا وكونت لي البويضات، هتنتج لي بويضة فيها جين واحد للون الأبيض وبويضة تانية فيها جين الجين التاني للون الأبيض. يبقى هنا انفصلت العوامل الوراثية أو الجينات أثناء تكوين الجنيتات. لما يحصل تزاوج يعني يحصل لما يحصل تزاوج يحصل ترقيق وبعض الإخصاب، يبقى كابتن الأر دي هتاخد اسم الأر أهي. طب وكابتن الأر دي مع اسم الأر التانية أهي. طب وكابتن الأر التانية مع اسم الأر الأولانية أهي. طب وكابتن الأر التانية مع اسم الأر التانية أهي. هنلاحظ ده الأبناء كلهم تركيب واحد. ها؟ الأبناء كلهم التركيب الجيني بتاعهم بيحتوي على جين للون الأحمر مع جين للون الأبيض. لكن مظهريا اللي هيظهر لي هتظهر لي كلها نباتات بسلة حمراء الأزهار. حمراء الأزهار، حمراء الأزهار إيه؟ هجينة. يعني إيه هجينة؟ يعني كل فرد يحتوي على نوعين مختلفين من الإيه؟ نوعين مختلفين من العوامل الوراثية. يعني جينين غير متماثلين، أحدهما اللون الأحمر وأحدهما اللون الأبيض. طبعاً اللون الأحمر هيتغلب على جين اللون الأحمر، هيتغلب على جين اللون الأبيض لأنه سائد، فالنباتات الجيل الأول كلها هتبقى حمراء، لكن حمراء إيه؟ هجينة. ومن هنا نقدر نستنتج من التزاوج ده إنه السائد قد يكون نقي. يعني إيه فرد نقي؟ يعني يحمل عاملين وراثيين متماثلين. تمام؟ وقد يكون هجين يعني يحمل عاملين وراثيين مختلفين، أحدهما الصفة السائدة والآخر الصفة المتنحية. لكن المتنحي دايما نقي، لأنه ما ينفعش الصفة المتنحية تظهر إلا لو كان الجينين بتوعها متنحيين. المتنحي دايما نقي. طيب نيجي أبناء الجيل الأول من دي اللي هيسيبها تلطح نفسها إيه؟ ذاتيا. يبقى أبناء الجيل الأول هي آباء الجيل الثاني. هي الآباء أهي، آباء الجيل الثاني. آباء الجيل الثاني كابتن الأر اسمه الأر مع كابتن الأر اسمه الأر. يعني هاخد نبات أحمر هجين مع نبات ثاني أحمر إيه؟ هجين. ده التركيب الجيني لمين؟ للآباء. طيب الآباء هيبدأوا في المناسل اللي هي بالنسبة لنا الموتو أو المبيض في النبات، هيبدأوا يكونوا جنيتات. يبقى أنا كابتن الأر اسمه الأر، لما الخلية دي تنقسم هتديني مشيك في كابتن أر ومشيك تاني في سمول أر. طب والخلية دي لما تيجي تنقسم ميوزيا هتديني مشيك في كابتن أر ومشيك تاني في سمول أر. طب عند عملية الإخصاب هتلتقي الجانبات مع بعض لتبقى المفروض من دي. يبقى كابتن أر دي هتاخد كابتن أر أهي. كابتن أر دي هتاخد سمول أر أهي. نيجي لسمول ار هتاخد كابتن ار اهي، بس بنكتب الكابتن الاول كابتن ار سمول ار. سمول ار هتاخد سمول ار اهي. هبص الاقي هنا بدل عندي كابتن ار يبقى احمر، يبقى ده مظهريا احمر. بدل في كابتن ار، كابتن ار سواء الاثنين كابتن ار او واحده كابتن ار واحده سمول ار، لان دي صفه سائده، الجين ده بيغلب الجين ده، فكده هتبقى ايه عندي ثلاثه احمر اهو وواحد ايه؟ وواحد ابيض. يبقى اذا ثلاثه احمر سائد واحد ابيض ايه متنحي، يبقى الجيل الثاني تظهر فيه الصفه السائده بنسبه 75% والصفه المتنحيه بنسبه 25% في الايه؟ في الميه. ده بالنسبه للمظهر. لكن بالنسبه للتركيب الجيني، ده انا عندي واحد سائد نقي عاملين وراثيين متماثلين، واثنين سائد ايه؟ هجين، وواحد متنحي. يبقى انا لو حبيت كطرز جينيه كتركيب جيني زي ما جوهانس قال، لا ده انا هلاقي 25% سائد نقي و50% اللي هو نص سائد هجين و25% ايه؟ متنحي. ده كطرز جينيه، يعني التركيب الجيني لما افحص الجينات. لكن كمنظر من بره، كمظهر خارجي، كطراز مظهري، لا انا شايف ثلاث ارباع احمر وربع ايه؟ وربع ابيض. طيب هل انا النبات لما بتحصل عمليه تزاوج
هل النبات الصفات التي تنتقل هي صفة لون الأزهار فقط أو صفة لون البذور فقط، ولا صفات النبات كلها تنتقل من الآباء للأبناء؟ طبعا الصفات كلها تنتقل من الآباء إلى الأبناء. طيب مندل حب يشوف، هل لو أنا درست وراثة صفتين مع بعض، هل في صفة منهم وراثتها أو انتقال صفة منهم هتؤثر على انتقال الصفة الأخرى؟ أو النسب اللي هتنتج بيها صفة معينة هتؤثر على الصفة على نتائج الصفة الأخرى؟ خلينا نشوف مع بعض الكلام ده. مندل حب يدرس صفة وضع الأزهار مع لون الأزهار مرة واحدة. طب تعالوا نبص كده، ها هنبص فوق اهو، شايفين مع الليزر، ها هيعمل تزاوج ما بين نبات بزلات احمر الازهار جانبي، يعني الازهار فيه لون احمر، وجانبيه الوضع بتاعها جانبي، يبقى كابتن ار كابتن ار، ها كابتن اس كابتن اس، كابتن ار كابتن ار اللي هم الجينين بتوع الايه؟ اللون الاحمر. كابتن اس كابتن اس اللي هم الجينين او العاملين الوراثيين بتوع الايه؟ وضع الازهار الجانبي. طيب هيزوجهم مع برضه نبات نقي لصفتين، ايه هي؟ اللي هي الصفتين المتنحيتين، نبات ابيض الازهار لكن الازهار وضعها طافي، فاحنا عارفين ان اللون الابيض متنحي في البسله فيبقى اسمه الار اسمه الار. طيب والوضع الطرفي متنحي فيبقى اسمه الاس اسمه الاس اسمه الاس اسمه الاس اسمه الاس اسمه الاس. طيب تعالوا هنا بقى، خلينا نكون الجامدات بتاعتنا. خلي بالك هاخد ايه بقى هنا لما انا اكون الجامدات؟ هاخد كابتن ار مع كابتن اس اهي، يبقى هتنتج لي نوع واحد من الجامدات، جاميده فيها جين واحد للون الاحمر وجين واحد للوضع الجانبي. طيب والثانيه؟ ما هي الاثنين اسمه الار والاثنين اسمه الاس، فلما اجي اكون جاميده، الجاميده هتحتوي على جين واحد للون الابيض اللي هو اسمه الار، وجين واحد للوضع الطرفي اللي هو اسمه الاس. طب لما نيجي نعمل تزاوج، ها هيحصل، هتلتقي الجاميدات مره اخرى عند عمليه الاخصاب. كابتن ار هتاخد سمول ار، اهي كابتن ار سمول ار، وكابتن اس هتاخد سمول اس، يبقى هينتج نباتات كلها حمراء جانبيه، حمراء والازهار بتاعتها ايه؟ جانبيه. لكنها هل هي نقيه للصفتين ولا هجينه؟ هجينا للصفتين اهو زي الجيز ده. تعالى كده بص معايا كده بصوره تاني، ها كانت كل افراد الجيل الاول هنا هجينا ولا لا؟ هجينا يعني كل فرد بيحمل جين سائد وجين متنحي، برضه هنا كل الافراد هجينا تحمل جين سائد وجين متنحي لصفه اللون الاحمر، وجين سائد وجين متنحي طبعا جين سائد اللي هو بتاع الاحمر وجين متنحي اللي هو بتاع الابيض فهتظهر حمراء، وجين سائد للجانبيه وجين سائد للطرفيه فهتظهر كلها جانبيه علشان صفه الوضع الجانبي بتسود على الطرفي. طب احنا اتفقنا ان احنا ده تلقيح ايه؟ بالنسبه لنا ده تلقيح خلط في الجيل الاول. هناخد ابناء الجيل الاول هي اباء الجيل الثاني. يعني مش انا هنا عندي احمر الازهار جانبي هياخد حامل تزاوج بقى. احمر ازهار جانبي مع احمر ازهار ايه جانبي. بص معايا بقى، بص معايا كونا الجامدات هنا ازاي؟ ها احنا خدنا دول ابناء الجيل الاول هم اباء الجيل الثاني. طب تعالى اباء الجيل الثاني هنكون جامدات ازاي؟ بص هاخد كابتن ار مع كابتن اس اهي، طب كابتن ار دي مع سمول اس اهي، اجي بقى للسمول ار، سمول ار مع كابتن اس اهي، ها سمول ار مع سمول اس اهي، معايا؟ طيب اذا كان النبات الابوي ده بيكون لي الجامدات دي، طب ما هو ده زي ده فهيكون لي نفس الايه؟ الجامدات. بس الجامدات دي مع الجامدات دي ما ينفعش اعمل تزاوجها زي ده كده، لان هنا الجامدات كتير فهحطها في جدول، هحطها في جدول. فانا هفترض مثلا ان دي الجامدات المذكره هي دي مثلا، ودي الجامدات الايه؟ المؤنثه. تمام؟ طيب دي الجامدات مثلا مذكره ودي الجامدات الايه؟ المؤنث. طبعا دي علامه المذكر ودي علامه وده رمز المؤنث او علامه الايه؟ المؤنث اهي. كابتن ار كابتن هناخد ده مع ده مع الصف ده، كابتن ار كابتن ار كابتن اس كابتن اس اهي،
كابيتال ار كابيتال ار كابيتال اس سمول اس اهي كابيتال ار كابيتال سمول ار ها كابيتال اس كابيتال اس كابيتال ار سمول ار كابيتال اس سمول اس ها تمام كده. هناخد ده مع ده مع الصف ده كابيتال ار كابيتال اس سمول اس كابيتال ار كابيتال ار سمول اس سمول اس كابيتال ار سمول ار ها كابيتال اس سمول اس هناخد ده مع ده اهو كابيتال ار سمول ار سمول اس سمول اس كابيتال ار سمول ار سمول اس سمول اس وهكذا بنفس الطريقه. هاخد ده مع رول وانزل النتائج بتاعتي هنا هاخد ده مع رول واحده واحده وانزل النتائج بتاعتي هنا هنحصل على نتيجه دي في الاخر 9 احمر جانبي. خلي بالك اهو 9 نباتات بتحمل الصفتين السائدتين يعني بالنسبه لصفه اللون 9 نباتات حمراء ونفس التسع نباتات الازهار فيها جانبيه. طيب وثلاث نباتات بتحمل الصفه السائده للصفه الاولى تمام بتبقى سائده للصفه الاولى ومتنحيه للصفه الثانيه يعني يبقى النباتات حمراء لكن الوضع فيها ايه طرف. طيب وثلاث نباتات متنحيه للصفه الاولى بتحمل اللون الابيض وسائده للصفه الثانيه يعني وضعها جانبي ونبات متنحي للصفتين يعني بيحمل اللون الابيض والوضع بتاعه ايه طرفي. خلي بالك معايا لا طب ايه قانون مندل ده قانون مندل الثاني قانون مندل الثاني بيحكم بقى مش زوج واحد من الصفات زوجين او اكثر من الصفات. طب قانون مندل الثاني بيقول لي ايه اذا تزاوج فردان نقيان فردان نقيان واحد منهما احمر جانبي والثاني ابيض ايه طرفي مختلفان في زوجين او اكثر من الصفات المتقابله ها واحد احنا قلنا في هنا زوجين من الصفات زوج اللون وزوج وقع الزهر يبقى لي زوجين تورث صفة كل زوج يعني صفة اللون وصفة وضع الزهر مثلا مستقلة يعني ايه مستقل؟ يعني تظهر في الجيل الثاني بنسبة 3 سائد إلى 1 متنحي يلا طب فين 3 سائد إلى 1 متنحي؟ هقول لك تعالى معايا هو في كام أحمر هنا؟ هنا في 9 أحمر و3 أحمر خلينا في اللون بس دلوقتي مالناش دعوة بوضع الزهر هنا 9 أحمر و3 أحمر يبقى 12 أحمر. طب عندي كام أحمر؟ عندي كام أبيض؟ 3 أبيض وواحد أبيض يبقى 4 أبيض. طب 12 إلى 4 لو أنا قسمت على 4 12 على 4 فيها كام؟ 3 و4 على 4 فيها كام؟ 1 ها؟ يبقى هنا الصفة دي زوج الصفات ده ورث في الجيل الثاني بنسبة 3 إلى 1 ولا لا؟ ورث بنسبة 3 إلى 1. طب نيجي لوضع الزهرة. وضع الزهرة الجانبي عندي كام جانبي؟ 9 جانبي و3 جانبي. طيب 9 جانبي و3 جانبي يبقوا كام؟ 12. طب الوضع الطرفي 3 طرفي و1 طرفي يبقى 4 طرفي. برضه 12 إلى 4 لما أجي أختصر 12 على 4 فيها 3 و4 على 4 فيها 1 يبقى برضه 3 جانبي إلى 1 طرفي. يبقى كل صفة ها ورثت مستقلة عن الأخرى في الجيل الثاني بنسبة 3 إلى 1 زي القانون الأولاني. يعني وراثة الصفتين معا لن تؤثر أحدهما على الأخرى. لن تؤثر صفتي لن تؤثر صفتي اللون على صفتي الوضع الإيه الزهرة أو العكس. طيب كده احنا خلصنا من قانون مندل الاول والثاني. تعالوا مع بعض زي ما احنا قلنا ان نبات البسله فيه صفات سائده وصفات متنحيه. تعالوا نشوف الانسان، الانسان كمان فيه صفات سائده وصفات متنحيه. طيب عندي شحمه الاذن المنفصله تمام سائده في الانسان، لكن شحمه الاذن المتصله متنحيه. اهي دي منفصله اهي، دي منفصله. لكن المتصله دي بتبقى ايه؟ بتبقى الجزء ده بيبقى الجزء ده ايه؟ ملزوق هنا كده. طيب نيجي بعد كده القدرة على لف اللسان. القدرة على لف اللسان سائدة لكن عدم القدرة متنحية. الشعر المجعد في الإنسان سائد على الشعر الناعم. الشعر الأسود سائد والشعر الفاتح متنحي. العيون الواسعة سائدة والعيون الضيقة متنحية. العيون البنية سائدة والعيون الملونة أي لون تاني غير البني ده متنحي. وجود غمزات في الوجه ده سائدة لكن عدم وجود غمزات
ده متناحي. عدم وجود النمش اللي هي النقط اللي بتبقى موجوده في الوقت ديت سائده، لكن وجود النمش متناحي. تمام؟ طبعا يعني ايه جين احنا شرحناه. ها؟ والعالمين العالمان واتسون وكريك هما اللي حطوا نموذج الدي ان ايه ده. النموذج ده اللي هما قالوا ان الدي ان ايه عباره عن شريطان ملتفان على شكل حلزون مزدوج. وقلنا ان الجين عباره عن اجزاء من الدي ان جين عباره عن اجزاء الجين عباره عن اجزاء من الدي ان ايه تقع على الكروموسوم مسؤول عن ظهور الصفات الوراثيه. طب ازاي الجين مسؤول عن صفات عن ظهور الصفه الوراثيه؟ اللي شرح الكلام ده عالمين اسمهم بيدل وتاتوم. بيدل وتاتوم شرحوا ايه؟ شرحوا اليه عمل الجين. ازاي؟ قالوا والله انه الجين بينتج انزيم، والانزيم مسؤول عن حدوث تفاعل كيميائي او يشترك في حدوث تفاعل كيميائي. هذا التفاعل الكيميائي بينتج بروتين، والبروتين هو الذي يعبر عن الصفه الوراثيه. يبقى اي خلل يحدث في السلسله دي سيحدث خلل في ظهور الصفه. يبقى اذا الجين تمام ينتج انزيما، الانزيم يشترك في تفاعل كيميائي، التفاعل الكيميائي ينتج بروتينا، البروتين مسؤول عن ظهور الصفه الوراثيه. لما نيجي بالنسبه للعلم والتكنولوجيا والمجتمع بنقول ان حوالي 500,000 فرد في الدول الناميه بيصابوا بفقد البصر، وده نتيجه ان هم بيعتمدوا على نبات الارز في التغذيه، ونبات الارز لا يحتوي على برو فيتامين الف اللي هو بنسميه الكاروتين، والكاروتين مهم جدا للايه؟ للبصر. مهم جدا للبصر. طيب نعمل ايه؟ احنا استخدمنا علم اسمه هندسه الجينات، هندسه الجينات فرع من فروع علم الوراثه، ان احنا بندخل جينات اللي بتكون برو فيتامين الف داخل النسيج المخزن للنشا في الارز. يعني بنحقن الرز بايه؟ بنحقن الرز بجينات بتنتج برو فيتامين الف. برو فيتامين الف ده لما الانسان بقى يتناول الرز اللي فيه الجينات اللي بتنتج برو فيتامين الف، برو فيتامين الف ده بيتحول في جسم الانسان الى فيتامين ايه؟ الف، فبيحميه من العمى او فقدان البصر. تمام؟ نيجي بعد كده في تطبيق حياتي اللي هو مشروع الجينوم البشري اللي هو بدا سنه 1990 ميلاديه، او خطى الانسان في خطوات واسعه في سنه 1990 ميلاديه. يعني ايه الجينوم البشري؟ الخريطه الوراثيه للجينات الموجوده بالكروموسوم ايه؟ بالكروموسومات البشريه. يعني ان احنا كده ناخد شريط الدي ان ايه، شريط الدي ان ايه ده طويل جدا. تمام؟ ونفحصه جزء جزء ونشوف كل جين مسؤول عن ايه. طيب هنشوف الكلام ده في اهداف المشروع الجينوم البشري. ايه اهدافه؟ اكتشاف جميع العوامل الوراثيه. يعني ان انا اكتشف كل جزء من شريط الدي ان ايه ده تمام مسؤول عن انهي صفه، عن اظهار اي صفه. اثنين، التعرف على وظائف المورثات، ان انا برضو اتعرف على وظيفه كل جين، ها مسؤول عن وظيفه ايه داخل الايه الجسم او بيظهر اي صفه. تحديد تأثير الطفرات على عمل الجينات، الطفرة دي اللي هو التغير المفاجئ اللي بيحصل في الجين، فأنا لما أقدر أعرف تركيب الجينات هقدر أتعرف هل في تغير حصل فيها، تغير طبيعي أو غير طبيعي حصل فيها ولا لأ. التعرف على الجينات المختصة بالأمراض، هل الجين ده بيسبب مرض معين؟ طيب ده لو حصل فيه خلل، لو حصل فيه كذا، دراسة الجينات بتقدر تخليني أقدر اتعرف على الامراض، وليها تطبيقات فيما يخص الايه؟ الامراض. فهم بيولوجيه الانسان، هقدر افهم الوظائف اللي داخل جسم الانسان كلها لانها معتمده بشكل او اخر على الجينات. الدرس بتاعنا درس دسم، درس مليان، لكن احنا عملنا بفضل الله تغذيه رجعه على ما يخص الانقسام الميوزي والماده الوراثيه اللي داخل النواه، وكمان على تركيب الزهره اللي احنا خدناه، طبعا تركيب الزهره خدناه في الفصل الدراسي الثاني في سنه ثانيه، وما يخص الماده الوراثيه اللي احنا خدناها الترم الاولاني في الفصل الدراسي الاول في سنه ثالثه، واستعرضنا الدرس بتاعنا شرح مراجعه
هفترض ان هو شرح شبه ملخص، لكن احنا شرحنا تقريبا كل حاجه بالتفصيل. اتمنى لكم الاستفاده والتفوق والتقدم والرقي دائما، والى اللقاء مع كل جديد ان شاء الله. كان معكم ايهاب حسين.